بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الخاطرة 72 بعد 100 الأولى من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان. عنوان الخاطرة: تخير من تقرأ له. عنوان جميل، يعني أنت الآن بدك تقرأ للإنسان، تقرأ لمين ما كان. طب أنت لما بدك تأكل، هلا بتأكل شو ما كان؟ لما بتتأكد أنه هذا الطعام صحي وسليم ولا يضر بصحتك ولا يؤدي إلى حالة تسمم ولا يؤدي إلى انعكاسات، كذلك الفكر، كذلك العلم. قال الآن نص الخاطرة: كل مؤلف تقرأ له يترك في تفكيرك مسارب وأخاديد. تعرف الأخدود حفرة في الأرض، يعني شبه تبهنا المسرب الطريق. كل مؤلف كلام يكتب بماء الذهب، كل مؤلف تقرأ له يترك في مسارك وفي تفكيرك مسارب وأخاديد. فلا تقرأ إلا لمن تعرفه بعمق التفكير وصدق التعبير وحرارة القلم واستقامة الضمير. يعني بمعنى آخر، سنأتي على حديث سيدنا عمر، أسر لسيدنا عمر الله يرضى عنه، يقول: دينك دينك، هذا دينك، دينك دينك، لحمك ودمك. الدين أغلى من اللحم والدم. نحن أمرنا في شريعتنا أن نبذل الدم من أجل أن يبقى الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى ليش؟ من أجل الدين، بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا يعني هذا قانون ثابت ومنهج إلهي ثابت لكل الشرائع السماوية. فدينك دينك، يقول سيدنا عمر، لحمك ودمك. خذ الدين عمن استقام ولا تأخذه عمن مات. لكن لي والله الكيالي يا أخي، أحيانا في كلام ظريف يقوله، لا ماشي ظريف، هذا زائغ القلب، ينكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكره البتة. إنسان عم ينكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شو بدي يستقبله أهلا وسهلا؟ هذا زائغ القلب وزائغ الفكر. وينكر عذاب القبر، وينكر نعيم القبر، وينكر كل ما ثبت حتى في الآيات. تجي تقول لي والله يا أخي هذا عدنان إبراهيم حكياته حلوين. إيه نعم، إيه نعم، إني ما بيجندوا إلا الزكي يلي حكياته حلوين. يعني أحمد حسون زكي، ما تفكر، اوعى تفكر بجنده واحد غبي، بجنده واحد ذكي يعرف يرد. انتبهنا. ف ينكر يهاجم صحيح البخاري، كيف انا بدي اخذ منه؟ هذا غير الاف الطامات اللي عند عدنان ابراهيم. تجي تقول لي والله يا اخي هذا وسيم يوسف، هذا بالامارات يعني بيحكي بالمنامات وكذا وحكياته هيك حكواتي لطيف، بقول لك لا تاخذ منه. هذا إنسان يبحث عن منصب ولا يبحث عن دين ولا يخشى الله عز وجل. الإيغور اللي صار ميت منهم، يعني هن عددهم هلأ 30 حسب الإحصائيات، هن أكثر من 100، وصار ميت منهم 48 لهلأ أكثر من 30-40 مليون. إيه؟ ولأجل مصحف يشتم الإنسان ويضرب ويوضع في السجن ويفصل عن عائلته المصحف، وجود مصحف في بيت من بيوت الأويغور في الصين، هذا جريمة وهذا إرهاب. بيجي ويقول عنهم إرهابيين. إياك ما بتأخذ عني مكان أبدا. دينك دينك، لحمك ودمك، خذ الدين عمن استقام ولا تأخذه عمن مال. هذا محمد شحرور عندنا بالشام، ونحن والشام براء منه. يا أخي كتب واحد: مات المفكر الإسلامي محمد شحرور. مين أو مين شو مفكر هذا؟ يا أخي أنا قرأت سيرته كلها، فاشل في الابتدائي
وفاشل في الإعدادي، وفاشل في الثانوي، وفاشل في الجامعة، ولولا الحزب الشيوعي بالخمسينات يلي رشحه ليطلع على روسيا ما بينجح، وأخفق أيضاً. هي كلمة فاشل معنى الجبن يعني مو صحيحة بالفصحى، مو صحيحة. حتى إذا فشلتم يعني جبنتم. المهم أخفق يعني مخفق في كل حياته، ولما طلع على روسيا أيضا أخفق في دراسته، ولولا يعني التجديد ما صار. وهذا الرجل الليبرالي يحارب الله، ينكر النبوة، يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مصلح، وهو يعتبر نفسه مصلح، عم يغير دين النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد 50 سنة بدأ يجي مين يغير الدين اللي هو غيره. هكذا ينظر إلى الأمور، ويبيح الزنا، وإذا كان بتراضي المرأة والرجل، ويرى أن المرأة ليست بعورة إلا 3 شقوق، شق الفرج وشق فتحة الشرج، أنا أعتذر يعني، لكن ينبغي أن نحذر، وشق الصدر، ويضربن بخمولهن على جيوبهن، يعتبر الجيب هذا، وأيضا هذا الجيب هو الشق، ففي 3 شقوق، وإلا هي ليست بعورة المرأة عند هذا الضال المضل. وفوق ذلك انحرافات وانحرافات وانحرافات، وينكر السنة أيضا كما ينكرها الكيالي. طيب أنا بأخذ منه هذا؟ هذا إنسان يريد أن يجتث الشريعة، لكن هو أحقر وأقل وأضعف من أن يفعل ذلك. دينك دينك، لحمك ودمك، خذ الدين عمن استقام ولا تأخذه عمن مال. لذلك عندنا شيء من الشريعة اسمه الإجماع. سنعيد كلام الشيخ مرة أخرى الذي من كلامه خرجنا وشرحنا ووضحنا. كل مؤلف تقرأ له يترك في تفكيرك مسالب وأخاذين. ممكن إنسان تقرأ لشعره تتأثر بالفكر الليبرالي، تنكر السنة، أو يتأثر أو محمد حبش يمكن حديث النبي يهاجم البخاري. مين أنت تهاجم البخاري؟ وفوق من محمد حبش بيروح لعند القاديانية اللي هن يتبعون غلام أحمد قاديان، هن اسمه الأحمدية واسمه القاديانية، غلام أحمد قاديان يلي ادعى النبوة، دعا النبوة وأنكر الجهاد وخاصة ضد بريطانيا، ودعا فلسفات ونسخ الحج إلى بيت الله الحرام، وبنى مدينة سماها مكة في الهند وغير ذلك. طيب هذا الضال بروح لعندهم، فوت على الإذاعة والتلفزيون بيعملوا معه مقابلة، كيف رأيت الجماعة الأحمدية؟ هن يعملوا معه مقابلة، الله عبد يدفع لهم، بيقول لهم والله يعني كما أنا أقرأ عنهم كما يعني من بعيد الآن وجدتهم مثل الشافعية والحنفية والمالكية والحنفية. إن خذ الدين عمن استقام ولا تأخذوا عمن مال. كل مؤلف تقرأ له يترك في تفكيرك مسارب وأخاذين، شقوق طريق، فلا تقرأ إلا لمن تعرفه بعمق التفكير، عالم فكر وصدق التعبير، عنده تبليغ وحرارة القلم يعني صدق القلم، واستقامة الضمير يعني استقامة السلوك، استقام يعني فاستقم، هيك الله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم، الخطاب لنا. فينبغي أن نتقي الله عز وجل، لا تأخذوا العلم عن أي رجل، خذوه عمن سار على طريق هذه الأمة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا، ونسلم هذا العهد إلى من بعدنا إلى قيام الساعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.